بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين كلما أشرقت شمس وأضاء قمر. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع لقاء جديد من هذا البرنامج مع التلاوة. معنا ومعكم فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، في حلقتنا الماضية انتهينا من تعلم التلاوة الصحيحة لسورة الرحمن، ورجعنا السورة يعني كاملة من الآية الأولى إلى الآية الأخيرة. واليوم بإذن الله تعالى مع رحلة قرآنية جديدة مع سورة القمر. وسورة القمر ترتيبها في المصحف 54 وعدد آياتها 55 آية، وهي سورة مكية. ونتعلم اليوم بإذن الله تعالى التلاوة الصحيحة للآيات لفواتح السورة من الآية الأولى إلى الآية الثالثة. وبداية نستمع إلى الآية الكريمة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. يا أعزائي المشاهدين، نتعلم التلاوة الصحيحة للآيات المباركات مع فضيلة الشيخ خالد. فضيلة الشيخ تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. مع افتتاح السورة يجب أن ننتبه إلى البسملة في أولها بعد الاستعاذة، وذاك خاص بالتلاوة فتنبه. ثم بعد ذلك نبدأ مع الآيات، وانتبه إذ أن هذه السورة قد تسمع اسم سورة القمر فذاك ورد، أو اقتربت حكاية لأول كلمة فيها، أو اقتربت الساعة، فسواء هذا أو ذاك فكلاهما ورد، وهذا باختصار، فتنبه أيضا لذلك. كذلك وأنت تتلو تنبه لأمر هام. جيد أن يقرأ الإنسان مراعيا للحروف والأحكام، ولكن القرآن له عادة لا يتركها أبدا، ألا وهي التذكير بيوم القيامة كلما سنحت الفرصة، حتى لا يتعلق القلب بالدنيا، فإذا بها تتضاءل في قلبه ولكنه لا يهملها. مرة ثانية وانتبه، فتلك مواعظ، ومواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا، فلا تكن كذلك. فاسمع معي قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر بآية ومعجزة للنبي حدثت. لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم آية، وكانت هذه الآية هي انشقاق القمر، فماذا قال الله لهم؟ قال اقتربت الساعة وانشق القمر. اسمع وانتبه، القاف اق. لاحظ أن الكلمة الأولى عندما ابتدأت بها قلت إي، اقتربت الساعة وانشق القمر. إياك أن يحلو لك أن تصل بسم الله
بالكلمة هذه فتثبت هذا الألف، لأن البعض لقصر الآية يحلو له أن يصل، ليس ذلك بمانع، لكن كيف سأصل؟ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، إذا أردت أن تصل البسملة بالآية الأولى. ولكن الأسلم قف على البسملة، خذ النفس وابدأ بالآية مستقلا. لماذا؟ لتستوعب هذه المعاني، فلا يكن همك أن تأتي إلى آخر الآية أو إلى آخر السورة، بل اقرأ الآية، تتعلم كيف تتلى، تعلم حروفها، تعلم أحكامها، تعلم معانيها. وما أنا إلا واضعك على أول الطريق، ليس إلا. إذن الهمز همز وصل، عند الابتداء ستقول اقتربت، إذا وصلتها بالبسملة فلا همز معنا، فانتبه لذلك جيدا. ثم تنبه إلى الراءات التي سوف تأتينا، فسوف ندرس الراء، بل أقول تعلمنا هذه السورة كيف يتلى حرف الراء في أحواله عمليا وعلميا. فاسمع اقترا، إذن تعلمنا حتى الآن من الكلمة الأولى عمليا همز وصل، القلقلة في القاف، الراء التي في قوله اقترا، إنها مفخمة لأنها مفتوحة، إذ أنها وقعت في وسط الكلمة. إذن لا يخفى عليك أن التاء والباء والتاء بعد ذلك سترقق. ها قد علمت ما يفخم، ها قد علمت ما يرقق في الكلمة الأولى، اقتربت إذا وقفت. وإذا وصلنا ستقول اقتربت بالتاء المكسورة، والكسر له علة ليس محلها الآن، ولكن تنبه. اقتربت الساعة وانشق القمر، كلمة الساعة انتبه عمليا إلى وجود الألف واللام رسما، ولكن لا نطق لهما وصلا. أما إذا ابتدأت فستقول الساعة وليس بمحل ابتداء، ولكن تنبه، فاللام مع كتابتها لا يتلفظ بها، إذن كيف يكون نطق الساعة؟ وصلا بما قبلها اقتربت الساعة. لاحظ عند الوقف لو أنك قصير النفس ماذا فعلت في الحرف الأخير في كلمة الساعة؟ أبدلنا التاء المربوطة هاء عند الوقف، فتنبه لذلك، فذاك حكم الإبدال عند الوقف وأنت لا تدري. إذا وصلنا اقتربت الساعة وانشق، لاحظ أصبحت معي تاء وصلا، وانشق، لاحظ النون التي أخفيت مع وجود غنة لوجود الشين بعد النون الساكنة، فتنبه، وانشق القمر. احذر أن تأتي بألف في النطق واضحة بين الواو وبين كلمة انشق، لقد تلفظت بها يا شيخ انشق، ها هو الألف. نعم، إنه ألف وصل، وتعلم من اقترب وانشق من مواطن همز الوصل الفعل الماضي، فتنبه. ولاحظ أنه لا يجوز أن تقف على الواو وا فقط، بل لا بد أن تصلها بما بعدها. إذن من الواو إلى الغنة مباشرة، وانشق القمر. واحذر معي إياك أن تدغم اللام هنا، فاللام في كلمة القمر واضحة بينة مظهرة، القاف والميم والراء سكنت لأجل الوقف. اسمع اقتربت الساعة وانشق القمر، إذن الميم ترقق، التي وقعت بين القاف والراء التي سكنت لأجل الوقف، فالراء تفخم والقاف قبلها مفخمة. لكن
هل هذا التفخيم معي إذا وقفت؟ لو أنني أردت أن أصل. نعم، انتبه لراء القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. إذا راء كلمة القمر إذا وقفت فهي مفخمة، وإذا وصلت فهي مفخمة. خذ هذه القاعدة العملية من التلاوة عمليا. الراء التي تكون ساكنة لأجل الوقف إذا كان ما قبلها مفتوح فإنها تفخم. الراء المضمومة من نفس الراء هي معي مفخمة وصلا. تنبه، أحكام الراء سوف تكون معنا كثيرا، فاكتب معي أو ضع علامة حتى إذا ما تكرر الحكم تقرر عندنا، ليس علما فحسب بل عمليا كذلك. تلك هي الآية الأولى. هكذا اقتربت الساعة وانشق القمر. الآية الثانية، وإن يروا آية يعرضوا. اسمع، وإن يروا، إذن من الواو بعدها غنة ثم تنتقل للياء. وإن يروا، ها قد جاءت الراء معنا، وكأن الراء تعلمك أنها قد تأتي في وسط الكلمة وتأتي في خاتمتها. وإن يروا آية يعرضوا، لاحظ إيا آيتي كلاهما بغنة فتنبه، نون ساكنة ويأتي بعد ذلك تنوين فتنبه. وإن يروا آيتي يعرضوا، ها قد جاءت الراء مرة ثالثة أو رابعة أو خامسة، معنى كثيرة فتنبه لأحكامها جيدا. ها هي قد جاءت معنا في وسط الكلمة مرة ثالثة أو رابعة أو خامسة كما استأتي، ولكنها مكسورة. إذن يعري سترققها، يعرضوا الضاد ستفخمها. لاحظ التفخيم والترقيق. لا يلتبس عليك تداخل الأحكام، هل تحدثني عن الراء أم تحدثني عن التفخيم والترقيق أم تحدثني عن الغنة؟ إن الآية تجمع ذلك، والتلاوة العملية بوتقة تنصهر فيها كل هذه الأحكام، فتنبه لذلك ولا يلتبس عليك الأمر. وإن يروا آية يعرضوا، إذا وقفنا يعرضوا ويقولوا، وتنبه للمدود الطبيعية، ها قد جاء باب المد معنا أيضا. ناهيك عن أحكام الوقف والابتداء لم نتكلم عنها فتنبه لها. يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وتنبه للراء عندما تنون بضبطها. الآية الأخيرة، وانتبه للمد، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أربع حركات. الجملة الأخيرة، وكل أمر مستقر، وتنبه لترقيق الراء، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، نتوقف مع هذا الفاصل القصير ونلتقيكم بعد قليل، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع فواتح سورة القمر من الآية الأولى إلى الآية الثالثة، وننطلق بإذن الله تعالى وعلى بركة الله نعرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد. وأذكركم بأنه يمكنكم التواصل معنا على 23-23 للمحمول و 0900-0323 للأرضي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الحاجة خديجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي، السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أمي، تفضلي استفتحي. جعلكم من أهل الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر،
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله، يؤمن ربنا يمتعك بالصحة والعافية. اللهم آمين. وكذلك جميع المشاهدين. بس عايزين نخلي بالنا بقى من التفخيم والترقيق. فين معايا؟ وانشا. ما أقولش وا، أقول وانشقة. كلمة مستمر ومستقر عند الوقف نخلي بالنا أن الراء ترقق. الله يفتح عليك يا أمي ويبارك فيك. شكرا لك يا حاجة خديجة. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستاذ محمد، الذال مش عايزين ننساها، ميناء ما قولش ميناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر. صدق الله صدق العظيم. الله ربنا يبارك فيك سيد محمد. ما شاء الله في تقدم كبير. بس عايزين نخلي بالنا من التشكيل والراء في كلمة مستمر ومستقر ترقق كذلك عند الوقف. الله يفتح عليك يا مش محمد. شكرا لك استاذ محمد. اهلا بك يا حاجة سعاد، تفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صدق الله العظيم. ربنا يبارك فيك يا حاجة سعاد. احنا كده عرفنا اماكن الغنه فين. في غنتين عدوا مننا، واحده ما خدتش حقها والثانيه لم تنطق. فين الاولانيه؟ وايه ما خدتش حقها. طيب ايتي يعرضوا دي تركت خالص نهائي، فنخلي بالنا بقى من اماكن الغنه يا حاج سعاد، ونخلي بالنا منها كويس ونتابع التلاوات. الله يفتح عليك يا حاج سعاد. بارك الله فيك يا حاج سعاد وربنا يسعدك. معانا ام خالد من القاهره. السلام عليكم يا ام خالد. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 اقتربت الساعة وانشق القمر وأيروا آياتي يعرضوا. يا أمي. نعم. وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. واحدة واحدة يا أمي. أيوة. واتبعوا والتاء مش والتي، واتبعوا. أيوة كده. أهواءهم. جميل. وكل أمر مستمر. طب بس واحدة يا أمي. وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. جميل. يبقى رقم واحد بقى كده يا أمي ننتبه للتلاوات اللي هتيجي والتشكيل في الكلمات وأخلي بالي منها. الله يفتح عليك تابعينا. شكرا لك يا حاجة أم خالد، بارك الله فيكي. معنا بنتنا ملك من القاهرة. السلام عليكم يا ملك. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ما شاء الله يا ملك، جميل يا ملك، ممتاز، تشكيل منضبط والمد كويس والهواء نوعا ما. عايزين بقى نرتقي شوية ونخلي بالنا من حاجة اسمها التفخيم والترقيق. اقتربت، أقول وانشاء ما أقولش وا. ربنا يبارك فيك يا ملك وتابعينا. شكرا لك يا ملك. الأستاذة إيمان من القرية الفضلية. إيمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ما شاء الله إيمان اللي قلناه طبقتي، الله يفتح عليك، جهد باين مشكور. بس عايزين نخلي بالنا بقى من القاف، أبينها ما تجيش قريب مني للكاف. إق إنشق قا القا، نرتقي شويه بالمستوى. ربنا يبارك فيك يا ايمان، الله يفتح عليك، تابعينا. اشكرك يا ايمان. الاستاذه سحر من اسكندريه، اتفضلي يا استاذه سحر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صدق الله العظيم. أحسنت يا السحر، وجميل أنك تركت غنة ورجعت لها مرة تانية. طيب، في حاجة مهمة عايز أخلي بالك منها، وهي يقول سحر مستمر ولا مستمر؟ الحروف هي هي، بس عايزين نخلي بالنا من نقطتين. مستمر لا، هي مستمر، فنخلي بالنا. ربنا يبارك فيك يا سحر. شكرا لك يا استاذ سحر. ام ايهاب من القرية الفضلية. ام ايهاب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يجازيكم خير ويبارك فيكم يا رب. واياك يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. يا أم إيهاب، وكل أمر مستقر. جميل يا أم إيهاب، ربنا يبارك فيك. شكرا لك يا أم إيهاب. أم محمود من القليوبية، تفضلي يا أم محمود. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كمان مرة. ويقولوا سحر مستمر. ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. جميل يا أم محمود، ونتابع مع بعض ونخلي بالنا من التشكيل ونسمع كتير. الله يفتح عليك يا أم محمود. شكرا لك يا أم محمود، موفقة إن شاء الله. الأستاذ زينب من القرية الفضلية، فندم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم، مرحبا بيك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم
وكل أمر مستقر. صدق الله من أحسنت حق جزينا بربي يبارك فيك وشفاك الله وعافاك وشفى جميع المرضى اللهم آمين. آمين يا رب العالمين ببركة القرآن إن شاء الله. معانا الأستاذة نهلة من دمياط فضلية. أستاذة نهلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ما شاء الله ممتاز. نهلا افتح ليك. الله يفتح عليك يا نهلا ما شاء الله تلاوة جميلة. أم محمد من القرات فضلي. حاجة أم محمد سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. يا أم محمد. نعم. قولي ورايا كده. وإن يروا آية يعرضوا. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. أهواءهم. أهواءهم وكل أمر مستقر. جميل أم محمد ربنا يبارك فيكي ونخلي بالنا من التشكيل ونتابع وربنا يبارك فيكي يا رب. شكرا لك يا أم محمد. الحاجة أم خالد من اسكندرية سلام عليكم يا أمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أمي تفضلي يا فندم. الله يبارك فيك يا أمي الله يخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. يا أمي. نعم. آية مش آية. آيتين. وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. يا أمي ربنا يبارك فيك. نعم. هي ويقول لما أقف ولما أوصل برضو ويقول. ما ينفعش أقف أقول يقول ده واحد لكن ده هم اللي بيقولوا جماعة فنخلي بالنا يا أمي. ربنا يبارك فيك يا أمي. ويقول لما أقف وأبدأ ويقول سحر مستمر. سمعت يا أمي؟ آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ربنا يبارك فيك يا أمي. عايزين نخلي بالنا من اللي قدامنا من التشكيل والكلام. الله يفتح عليك يا أمي. شكرا لك يا حاجة أم خالد. أم محمد من القرية تفضلي. يا حاجة أم محمد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صدق الله العظيم. نخلي بالنا من كلمة مستمر الراء وكذلك مستقر. الله يبارك فيك يا أم محمد. شكرا لك يا أم محمد. الحاجة أم أشرف من القاهرة سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك. أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك. الله يبارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. يا أم أشرف. نعم. سمعاني؟ أنت أيوة. قرأتي وسبتي قرأتي. ممكن بقى نصلح كلمتين كده ونتدرب عليهم؟ أيوة. من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. أيوة كده. وإن يروا آية يعرضوا. وإن يروا آية يعرضوا. آية يعرضوا. يعرضوا آية يعرضوا. ويقولوا سحر مستمر. ويقولوا
يقول سحر مستمر. ايوه كده زي ما قرانا كده. ربنا يبارك فيك وتابعينا يا ام اشرف. ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا لك يا حاجه ام اشرف، اتدربي على الشيخ قال لك عليه، وان شاء الله في جديد كل مره معاك ان شاء الله. الاستاذه زينب من اسكندريه، اتفضلي يا استاذه زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يمين يا حاجة زينب. كده احنا الحمد لله التشكيل منضبط، المد كذلك. نخلي بالنا بقى من أماكن الغنة فين، ونتابع مع من يقرأ، ونخلي بالنا فين أماكن الغنة. وإن يروا آية يعرضوا، وقبليها وانشق، فنخلي بالنا. ماشي الكلام. ربنا يبارك فيك يا حاجة زينب. شكرا لك يا حاجة زينب. أعزائي المشاهدين، أهلنا الكرام، أهل القرآن، نتوقف مع هذا الفاصل القصير، وسنعود إليكم بمشيئة الله تعالى سريعا، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هيا أعزائي المشاهدين، نعرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد من فواتح سورة القمر من الآية الأولى إلى الآية الثالثة. الحاجة سميرة من القراءة، سلام عليكم يا أمي. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. صدق الله العظيم. أشكرك حاجة سميرة إن إحنا بدأنا نتدرب على امشي على قد النفس. ممتاز ممتاز ممتاز، الله يفتح عليك، ودي يكفيه النهاردة، وأتمنى نواظب عليها هكذا. ربنا يبارك فيك يا حاجة سميرة، دي أول درجة، بعد كده هناخد حاجة تانية. تابعينا، ربنا يبارك فيك. شكرا لك يا حاجة سميرة. أعزائي المشاهدين، طبعا بنلاحظ اللي بيحاول يجيد التلاوة مهما كان مستواه، فضيلة الشيخ بيلاحظ فعلا أنه هو بيجيد التلاوة، فتحية لكل من أراد أن يتقن ويجيد التلاوة. معنا أم عبد الرحمن وعم الحاج ممدوح من المنيا، تفضلي يا أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آيتي يعرضوا ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. الله يفتح عليك يا أم عبد الرحمن وعلي بيصحى لحك. شكرا لك يا أم عبد الرحمن. عم الشيخ ممدوح، عم الحاج ممدوح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باين مجهودك يا عم الشيخ ما شاء الله، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وإياك يا فندم، تفضل اعرض التلاوة. ممتاز يا عم الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. صدق الله العظيم. في حتين كده فنيتين عايزك تخلي بالك منهم. لما يأتي قبل الهمز ساكن
يا ريت معني ايه ما تحركوش كده او تميعوا شويه. لا، ليس من اصول روايه حفص ما يسمى بالنقل، يبقى احقق الهمز وابين السكون اللي قبله. فين معايا هنا؟ وان يروا ايه فابينها، واتبعوا ايه بقولكش مد، لكن بين الواو الساكنه وبين الهمز، ما يجيش كأنها أقرب إلى النقل. لا، أحقق الحروف وأبينها. والتلاوة ربنا يبارك فيك يا عم الشيخ ممدوح وتابعنا. شكرا ليك يا عم الحاج ممدوح. أم سيد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا أمي، أهلا بيكي. الله يديك الصحة يا رب. الله يبارك فيك يا فندم ومد في عمرك. الله يخليك يا أمي. أقرأ؟ اتفضلي يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آيات يعرضوا. يا أمي. نعم. وإن يروا آية. أيوة. آية يعرضوا. أيوة. وأقرأ. كملي. ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبع أهواءهم، وكل أمر مستقر. ما شاء الله يا أم سيف، تقدم كبير، الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك، جميل، انظبط التشكيلة، هو بدأنا حبة حبة وتابعين، ربنا يبارك فيك، الله يفتح عليك يا أم سيد. شكرا ليك يا حاجة أم سيد. الأخ أحمد، الشيخ أحمد من المنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم. أهلا وسهلا الشيخ أحمد، تفضل يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا، ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر. الله يفتح عليك يا عم الشيخ احمد، ممتاز، الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك. الله يفتح عليك يا شيخ احمد، دايما تلاوتك جميله، ربنا يبارك فيك. معنا الاخ عمر من القراءه، اتفضل يا استاذ عمر اقرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعه وانشق القمر، وان يروا ايه يعرضوا، ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا اهواءهم، كل امر مستقر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم يا عم الشيخ عمر. جميل، بدانا نهدى شويه والحمد لله رب العالمين. جميل، المره الجايه يكون اهدى من كده شويه، الله يفتح عليك. شكرا ليك يا استاذ عمر. معانا الحاجه منى من القاهره، السلام عليكم استاذه منى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعه وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا، ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جميل يا حاجة منى، أنا عايز أنبه كده تنبيه صغير، نخلي بالنا أمهاتنا اللي بتقف على اقتربت الساعة، اللي بيقف هنا غصب عنه ده قصر نفس، فأنا مش هتك عليه، فنخلي بالنا من دي عشان ما حدش يفتكر أن الوقف هنا جائز. لا، ده هنا في حكم المضطر، إنما الأصل النصل، ومش معنى كده أني بلزم أمهاتي أن هم يوصلوا، لا 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 لا، لازم نخلي بالنا ونفرق بين ده وبين ده. ده رقم واحد. اتنين، الأصل عندي إحنا ماشيين بتواصل المنفصل، كثير من يتلو أصبح يقرأ بقصر المنفصل، فنخلي بالنا الأصل عندنا هو التوسط في المد المنفصل أربع حركات، فإن كنت أتركها لبعض أمهاتي من يقرأنا هكذا فهذا من باب أن النفس قصير وبحاول أساعد، مش نسينا، فذلك الترك ليس هملا، وجب التنبيه، فنخلي بالنا. شكرا ليك يا أستاذة منى. الحاجة منال من اسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا يا أمي، مرحبا بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صدق الله العظيم. أحسنتي حاجة منى، ربنا يبارك فيك. بس عايز أنبهك لحاجة مهمة جدا، وهي إن محل خروج الصوت من الفم، اللي بيخرج من الأنف فقط لا غير هو الغنة، فأحاول أخلي قراءتي من محلها الصحيح الفم، والغنة مكانها الأنف. فنخلي بالنا لكل شيء شيء، ما نلخبطش بالاتنين ونتابع. ربنا يبارك فيك يا حاجة منال. شكرا لك يا حاجة منال. أم شريف من اسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا فندم، اتفضلي. سلام بحضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. يا أمي يعرضوا. كملي. ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. جميل. مستقر. جميل، ربنا يبارك فيك يا حاجة مشريف. شكرا لك يا حاجة مشريف، موفقة إن شاء الله. أم سمير من الغربية، تفضلي يا أم سمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا تبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ماشي يا أم سمير، صدق الله العظيم. التشكيل انظبط معانا، عايزين بقى نظبط حاجة تانية ويبقوا الاتنين مع بعض، تشكيل مع مراعاة الغنن. وانشق إن يروا آية وهكذا، يبقى أنا أخلي بالي بقى التشكيل وأضيف لي جديد، وتابعين عشان فيك حاجات تانية كتير عايز أقولك عليها. الله يبارك فيك يا أم سمير. شكرا لك يا حاجة أم سمير. أعزائي المشاهدين، ده كان آخر اتصال مع حضرتكم النهاردة. إن شاء الله حلقة الغد بمشيئة الله تعالى من الآية الرابعة إلى الآية السابعة من سورة القمر. الآن مع أهم ملاحظات فضيلة الشيخ خالد في الدقيقة المتبقية من البرنامج. فضيلة الشيخ. نعم. القاف، أخلي بالي إقأ هكذا عمليا. اقتربت الساعة. اقتربت الساعة وانشق أدي القاف هي تاني، وانشق القاء أدي القاف تالت، القمر. يبقى إذن القاف كانت في تلاوات الكثيرين، وبالأخص القاف الأولى في اقتربت كانت يعني محتاجة ضبط شوي، لكن كان في حاجات أهم منها شوي. إيه هي؟ تشكيل لازم ينضبط الأول، فنخلي بالنا، لأن التعليم بالتدرج واحدة واحدة، فنخلي بالنا. ده رقم واحد معنا. اتنين، كلمة مستمر مستقر عند الوقف، أخلي بالي إن الراء هنا معنا مرققة وقفا، فأخلي بالي من ده كويس. هكذا مستمر مستقر، وأخلي بالي من التشديد في الراء، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ خالد، جزاكم الله خيرا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، ونسأل الله تعالى كما نور بالقرآن ألسنتنا أن ينور بالقرآن قلوبنا، وأن يخرجنا ببركة القرآن من الظلمات إلى النور. والحمد لله الذي وفق وأعان، نسأله القبول وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.